بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: كان قوم من خواص الإمام الصادق عليه السلام جلوسا بحضرته في ليلة مقمرة. ليلة المقمرة جميلة رائعة، ليلة مقمرة مصحية، ما في غبار يحجب النجوم وأنوار هذه النجوم والكواكب. فقالوا: يا ابن رسول الله، قالوا للإمام الصادق: يا ابن رسول الله، ما أحسن أديم هذه السماء. يا ابن رسول الله، ما أجمل هذه السماء، ما أجمل هذه النجوم الزاهرة، ما أجمل هذا القمر ونور القمر. قالوا: يا ابن رسول الله، ما أحسن أديم هذه السماء وأنوار هذه النجوم والكواكب. فقال الصادق عليه السلام: إنكم لتقولون هذا، أنتوا هكذا تقولون، صحيح اللي تقولونه صحيح، وإن المدبرات الأربعة، المدبرات أمرا أربعة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، هؤلاء المدبرات الأربعة، جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام. أنا بمناسبة ذكر عزرائيل عليه السلام أحب أن أنبه: عزرائيل واحد من أقرب ملائكة الله إلى الله عز وجل، من أقرب ملائكة الله. لما تذكرون عزرائيل دائما اذكروه بعليه السلام. أنا سامع أحيانا يذكر اسم عزرائيل عليه السلام بغير أدب، وإزرائيل عليه السلام مثل جبرائيل، مثل ميكائيل، مثل إسرافيل، من أقرب ملائكة الله إلى الله عز وجل. إن المدبر، الإمام الصادق عليه السلام، إن المدبرات الأربعة، إن المدبرات أمرا الأربعة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ينظرون إلى أهل الأرض من السماء، ينظرون إلى أهل الأرض فيرونكم، تشوفوكم أنتم المؤمنين يرونكم، وإخوانكم يرونكم أنتم ويرون إخوانكم من المؤمنين والمؤمنات في أقطار الأرض، ونوركم إلى السماء، أنواركم تصعد إلى السماء، ونوركم إلى السماوات وإليهم أحسن من نور هذه الكواكب، أحسن من نور أحسن من نور هذه الكواكب، وأنهم ليقولون، يعني المدبرات أربعة، وأنهم ليقولون كما تقولون، ما أحسن أنوار هؤلاء المؤمنين. هكذا المؤمن إلى نور، أعزائي المؤمن إلى نور، الله عز وجل قد جعل للمؤمن نورا يزهر يزهر يزهر. عن نصر بن مزاحم بسنده عن جعفر بن محمد قال: دخل أبي محمد الباقر عليه السلام المسجد، مسجد رسول الله، فإذا هو بأناس من شيعتنا، حلقها هنا في المسجد النبوي، من المؤمنين من شيعة أهل البيت، حلقة هناك حلقها هنا، فدنا منهم الإمام الباقر، الإمام الصادق يقول أنا ويا أبويا مع أبي، فدنا منهم فسلم ثم قال لهم: والله
إني لأحب ريحكم وأرواحكم. ريحكم طيب وأرواحكم طيبة. وإني لعلى دين الله وما بين أحد وبين أن يغتبط بما فيه إلا أن تبلغ نفسه هاهنا، وأشار إلى حنجرته، فأعينوني بورع واجتهاد فأعينوني بمن بورع واجتهاد ومن يأثم منكم ومن عفوا ومن يأتم منكم ومن يأتم منكم بإمام فليعمل بعمله. أنتم تأتمون بينا، يخاطبهم يقول والله أنا أحب ريحكم، ريحكم طيب، أنا أشتم منكم يا شيعة أهل البيت، أنا أشتم منكم نكهة الجنة، طيبة ريحكم وطيبة أرواحكم، وأريد منكم أن تأتموا بنا، أنتم شرط الله وأنتم أنصار الله، أنتم شرط الله وأنتم أنصار الله. المؤمن إلى نور، إلى ريح طيبة. نحن زكام، احنا زكام، ما نشتم هذه الريحة الطيبة، هذه الروائح الطيبة ما نشتمها، شو نسوي؟ الإنسان الزكام ما يشتم الروائح الطيبة، يريد لواحد مو زكام. يعقوب عليه السلام ما كان مصاب بالزكام، اشتم ريحة ابنه من وين؟ ولما فصلت العير قال أبوهم من مصر، هو في فلسطين، من مصر اشتم ريحة ابنه، ولما فصلت العير يعني خرجت من مدن مصر قال أبوهم يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أنا أشتم نكهة يوسف الطيبة. نحن زكام ما نشتم روائح المؤمنين الطيبة، روائحهم الطيبة. الإمام الصادق عليه السلام يقول رواية أخرى غير هذه الرواية: خرجت أنا وأبي ذات يوم إلى المسجد فإذا هو بأناس من أصحابه بين القبر والمنبر، فدنا منه وسلم عليهم وقال والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد، أعينونا على ذلك، فأعينوني على ذلك بورع واجتهاد. تدرون كذا الكلام، أنا أمثل لكم أشبه لكم هذا الكلام. أنت تحب ابنك، تحب ابنك، تحبه، تخليه في قلبك، ولكن تريد منه أن يستاهل هذا الحب، تتمنى أن ابنك يستاهل هذا الحب، وتتمنى أن يكون أهلا لهذا الحب. هذه أرواح المؤمنين، نكهة للعمل الصالح، نكهة للعمل الصالح أعزائي، نكهة طيبة هي نكهة الجنة، وللعمل الفاسد، للعمل الفاسد، للذنوب والمعاصي نتن وجيفة. اسمعوا هذه الرواية، حتى أنا ذكرت الشباب قلت لهم أنا ما أقول لكم لا تعصوا الله فقط، أنا أقول لكم ولا تفكروا في المعصية، لا تفكروا في المعصية، لأن التفكير من المعصية حتى لو لم يرتكب الإنسان يلوث قلب الإنسان، يلوث قلب الإنسان. اسمعوا هذه الرواية عن موسى بن جعفر عن أبيه قال سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يعمله أو الحسنة، ملكان اللي على أيماننا وشمائلنا،
إذا أراد لم يعمل، خطر على باله أراد ولم يعمل، ينتبهون إلى أن هذا الإنسان أراد عملا صالحا أو أراد عملا غير صالح. قال عليه السلام: ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟ هل يستوي ريح الكنيف وريح الطيب وريح الأزهار والأولاد أوراد؟ قلت له. قال: إن العبد إذا هم بالحسنة، إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح. إذا هم بالحسنة، هم أن يزور أخا مؤمنا، هم أن يأمر بالمعروف، هم أن ينفق، هم أن يصلي صلاة الليل، هم أن يذكر الله تعالى، هم أن يقوم بعمل صالح، بالاهتمام بالإرادة تخرج ريح طيبة من عنده. إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح، فيقول صاحب اليمين لصاحب الشمال: قف، فإنه قد هم بالحسنة. فإذا هو عملها كان لسانه قلمه وريقه مداده، وإذا هم بالسيئة خرج نفسه، إذا هم بالسيئة ولم يعمل بعد، وإذا هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح نتن جايف، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف، فإنه قد هم بالسيئة. عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: يا مفضل، إياك والذنوب وحذرها شيعتنا، فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم، إن أحدكم لتصيبه المعرة من السلطان، وما ذاك إلا بذنوبه، وإنه ليصيبه السقم، وما ذاك إلا بذنوبه، وإنه ليحبس عنه الرزق، وما هو إلا بذنوبه، وإنه ليشدد عليه عند الموت، وما هو إلا بذنوبه، حتى يقول: من حضره لقد غم بالموت. أنا أقرأ عليكم حديث وأختم محاضرتي هذه الليلة. أرجو أن تذكروا هذا الحديث، وأرجو أن تبحثوا هذا الحديث. أنا ناقلها عن كتاب الخصال للصدوق رحمة الله عليه، والمجلس يروي، والابن فهد الحلي يروي في عدة الداعي صفحة 228 230. هذا الحديث أنا متى ما أقرأ، وقرأته كثيرا، أشعر بنفحة النبوة. أشعر هذا حديث من شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله، بنكهة خاصة. هذا الحديث روى الصدوق في الأمالي عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا عند رسول الله يوما فقال رسول الله: إني رأيت البارحة عجائب، إني رأيت البارحة عجائب. قال: فقلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ حدثنا، فداك أنفسنا، فداك أنفسنا وأهلنا وأولادنا. فقال: رأيت رجلا من أمتي وقد أتاه ملك الموت عليه السلام ليقبض روحه. هذا هو، وصلت ساعته وبلغ أجله وجاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فمنعه منه
يجي في هذه اللحظة بر بوالديه فيمنع ملك الموت. الله عز وجل يقول لأعطيه مهلة، هذا الولد هذا الشاب كان برا بوالديه. أنا أشوف بعض الشباب يأخذون هذه الكراسي المتحركة لأمهاتهم الطاعنات في السن وآبائهم الطاعنين في السن ويجيبوهم ويزورونهم، أشعر بلذة فائقة، أقول هذا عمل يرضي الله ويطيل العمر ويدفع الموت. ورأيت رجلا، هذا أنا أقول وجه الآخر للعمل، هذا الوجه الآخر لبر الوالدين. اغتنموا أيها الشباب، اغتنموا أيها الشباب حياة والديكم، حياة الوالدين لكم رحمة من رحمات الله. إذا والداكم ذهبا إلى لقاء الله فقدتم رحمة كبيرة من رحمات الله. تسلم على والدك ووالدتك تكسب رضا الله عز وجل، تخدمهم تكسب ثواب الله عز وجل، تبتسم في وجوههم تكتسب ثواب الله عز وجل، تضحكهم تكسب ثواب الله عز وجل. هنيئا للشباب الذين الله رازقهم حياة والديهم ويخدمونهم بأنفسهم. ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر، دخل القبر وبسط عليه عذاب القبر، الله أكبر، من عصرة القبر. فجاءه وضوءه فمنعه منه، كان على وضوء دائم، على وضوء دائم، الوضوء على وضوء، على الوضوء نور على نور، ينام على الوضوء، يخرج من بيته على الوضوء، ما يبقى بدون وضوء. هذا الوجه، هذا الوضوء الوجه الآخر إلى أن يدفع عن الإنسان عذاب القبر. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، يوم القيامة في ساحة الحشر احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله، عفوا في الدنيا احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله عز وجل فنجاه من بينهم، الشياطين مطوقين من كل أطرافه، شياطين الجن والإنس، فيأتيه ذكر الله عز وجل فيحصنه ويحفظه وينقذ من الشياطين. ورأيت رجلا من أمتي والنبيون حلقا حلقا يوم القيامة، ها هنا إدريس وأيوب وإلياس وإسماعيل، ها هنا يوسف ويعقوب، ها هنا سليمان وزكريا، ها هنا نوح وإبراهيم عليه السلام، حلقا حلقا. رأيت رجلا من أمتي يوم القيامة والنبيون حلقا حلقا، كلما أتى حلقة يريد لملجأ، كلما يأتي إلى حلقة من حلقات الأنبياء يطردوه الملائكة، يطردوه، مو مكانك هنا، كلما أتى حلقة طردوه. فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذه بيده فأجلسه إلى جنبه، يجي اغتساله من الجنابة ما يبقى بجنابة، يغتسل، وصل الجنابة نحن نرى وجها واحدا منه. الوجه الآخر أن الملائكة عندما يبعدون الإنسان عن حلق الأنبياء وصل الجنابة يجي ويجلس، يقعده ويجلسه بينهم. ورأيت رجلا من أمتي في ساحة الحشر بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن تحته ظلمة
مستنقعا في الظلمات، ظلمات فوق بعضها فوق بعض. فجاءه حجه وعمرته فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه إلى النور. عند حج عمره لله، حج عمرته هناك، هنا ما يرى ذلك الوجه. حج عمرته، حجه وعمرته يأتيانه وينقذانه من الظلمات، من مستنقع الظلمات، ويجعلانه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلم، يجي إلى جماعة من المؤمنين يكلمهم ما يكلمونه. فجاءته صلته للرحم، فقال يا معاشر المؤمنين كلموه كلموه، فإنه كان واصلا لرحمه. فيكلمه المؤمنون ويصافحوه ويكون معه. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النيران وشررها بيده. آخر درع للإنسان إيده، آخر درع للإنسان إيده، يستر وجهه عن شرر النار. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النيران وشررها بيده ووجهه، فجاءته شرر النار تحيط وتطوق وتلفها ما يقدر يتخلص منها. فجاءته صدقته فكانت ظلا على رأسه وسترا على وجهه. ورأيت رجلا من أمتي قد أخذته الزبانية من كل مكان، الزبانية يجرون إلى النار، يستغيث ما واحد يغيثه. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فخلصاه من بينهم وجعلاه مع ملائكة الرحمة ينقذوه من الزبانية، يخلوه يجعلاه في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته قبل شماله، خلاص اللي تجي صحيفته قبل شماله منتهي أمره خلاص. ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل، كان يخاف من الله، فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه ينقل خوف من الله، صحيفته من الشمال يعطوه بيده بيمينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خفت موازينه، خفت موازينه منتهي أمره، فجاءه أفراطه، عند طفل صغير متوفي ميت عزيز ميت، فجاءه أفراطه فثقلوا موازينه، يثقلون موازينه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، واصل إلى شفير جهنم. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من عنده. هو مرتكب ذنوب، مرتكب معاصي، ولكن ما قاطع الرجاء من عند الله، باقي رجاء بالله عز وجل في كل الحالات. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار، مو على الشفير، لا 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 مو على الشفير، هوى في النار. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار، فجاءته دموعه التي دموعه التي بكي من خشية الله فاستخرجته من ذلك. هو
هاوي في نار جهنم، دموعه اتنقذ من نار جهنم وطلع من نار جهنم. ورأيت رجلا من أمتي على الصراط، ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يهتز يزحف أحيانا حتى لا يسقط في نار جهنم، يزحف أحيانا ويحبو أحيانا حتى لا يوقع، يزحف يحبو ويتعلق أحيانا. فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه ومضى على الصراط. محمد. ورأيت رجلا من أمة انتهى إلى أبواب الجنة، كلما انتهى إلى باب أغلق دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله صادقا، ففتحت له الأبواب ودخل الجنة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا.